صاحبوا ولادكم. اظن ان دي اهم رساله، صاحبوا ولادكم، اعرفوا بيلعبوا ايه، اعرفوا بيعملوا ايه. الانترنت فيه شر كتير جدا، لازم نخليهم يعرفوا يبحروا، وما نقدرش نستغنى عنه. على فكره ده مش مخدرات اقول له ابعد عنها، ده مش سيجاره اقول له ابعد عنها، ده العالم، العالم الجديد ده، العالم على فكره ما بقاش جديد خلاص، ده العالم اللي احنا عايشين فيه، ده الواقع، فلازم هيعيش جوه الانترنت. الفكره ازاي يبحر خلال هذا العالم الافتراضي ويفضل محتفظ بعقله ومحتفظ بنفسه كي لا يسقط في هذه الشرور.